عايز اي مداخلات لحد الراجل ما يخلص من فضلكم، وبعدين اذا كان في مداخلات هنفتحها علشان النقاش ما يتشعبش المناطق المتهمه. اتفضل. حد تاني بيقول: ولم يوجد رجل اشرف من انسان وادع يثور للنزاهه والشرف مهما ضحى في سبيلهما من عناء وطرف، وهذا الشخص هو مكرم عبيد باشا. لعل هذا الكلام انا قلت في روايتي، ذكرت كده، قلت ان المرشد العام للاخوان المسلمين وقتها حسن البنا كتب في رساله الدكتور دهش، ولم اذكر ما كتبه حسن البنا، لكن حسن البنا بقى في الحقيقه قال ايه بقى في رساله الدكتور دهش: جند المعتدي الموتور قواه جميعا ضد الاخوان الدهشيين، وراح يزج بهم في السجون والمعتقلات ظنا انه قد يبلغ بذلك منهم ما اراد، ولكنها تجربة لكم وامتحان. وقد قال العبد الصالح في محنته: إن سجني خلوة وقتلي شهادة وتعذيبي سياحة وجنتي وبستاني في صدري وكفى بالإيمان أنيسا. طبعا هنا ابن تيمية بيحطه في نفس الكفة مع دكتور دهش: والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وحسن البنا كاتب مقالة في العدد الأول من مجلة الماسونية، وهكذا تتضح الرؤية. أنا اتكلمت برضو، أنا اتكلمت، أنا ما بقولش ده حلو ولا وحش، أنا بقول عن شخصيات عاصرت الدكتور دهش وكتبت عنه. ولكن حضرتك كاتب بتنتقي وبتختار، وعشان كده مصدقتهاش، بتقول لنا الكلام ده ليه؟ أنا ما ذكرتهوش في الرواية، وكأنك ولكن تدافع عنه. دافع عنه. أنا بعرف، وأنا كمان بقول رأيي. انا مش زعلان والله، انا مش زعلان، انا مش زعلان والله، والله مش زعلان، بس هو اديب وراجل خياله يشطح يشطح، والقارئ يقبل او لا يقبل. الف ليله وليله لو احنا خدنا البند ده فيها سقطت الف ليله وليله. خلينا اقول لحضرتك، انا بعرض بس افكار، مش انا لا ادعي او لا بطلب من حد يقتنع بيها او لا، انا بعرض رحله البحث الصحفي المصري الشهير. اللي احنا عايزين نوصل له يا دكتور سامح، ان انت علشان تكتب هذه الروايه بذلت مجهود لمده 3 سنوات في الاركايفنج، في جمع الوثائق الخاصه بالشخصيه اللي هتكتب عنها، وده مجهود يشكر لحضرتك. بس في امور، انا بس علشان مش عايزين نخوض في هذه المساله، انا هفتح الباب لي برضو اذا كان في اسئله هترد عليها بعد كده للناس. اتفضلي. اولا انا اسمي حسناء رجب. يا سلام. مين ما يعرفش؟ لا في لكم اصدقائي يعني. اولا انا بس عايزه اقول كذا بوينت كده سريعا. انا ما عنديش اسئله للدكتور سامح. انا عايزه اقول ان العمل الجيد هو اللي بيستفز القارئ. يا اما بيحصل له حاجتين، ان هو بيروح يبحث عن الحقيقه بنفسه، يا اما بيكتفي ويتشبع بما كتبه القارئ. الدكتور سامح لم يخرج سالما من كتابته، وهذا شيء متفهم جدا بالنسبه للمؤلف. انا بصنف دهش او الدكتور دهش لتصنيف اخر خالص. هو ما كانش عنده كثير من المواهب، ولكن عنده تصنيف ده ادبي ولا نسوي؟ نسوي. يعني هو خلينا نقول تصنيف من وجهه نظري الشخصيه، ان الشخصيه بهذا الشكل لا تحتاج الى كثير من المواهب، ولكن قليل من العبقريه. خليني اصنفه ان هو كان شخص شويه جينيوس. يعني انا دخلت الروايه دي بافق توقعات معين، وحسيت ان انا يعني داخله على شخصيه راسبوتينيه كده شويه، راسبوتين شويه، ثم انتقلت بيا في حته ثانيه. عايزه اقول ان في كتاب كبار جدا تحدثوا عن راسبوتين، هذه الشخصيه الغامضه الى الان، وفي ناس من عشاق راسبوتين، في ناس ضد راسبوتين، فهذه ظاهره تحدث هو عنها بطريقته. وانا يعني اسمحوا لي اقول الكلام ده يعني عن علم وليس عن كلام كده، ليس شرطا ان يخاطب العمل المنطقي، العمل الفني يخاطب مخيله واحساس الشاعر ليس شرطا، ولكن خلينا نصنف القراء نفسهم، القارئ نفسه. يعني انا مثلا في هذه الروايه وجدت القارئ الخيالي والقارئ التاريخي والقارئ الملتزم بالبحث، وذهنية دكتور سامح هي ذهنية أصلا بحثية، فطبيعي جدا إن هي تناغش وتخاطب يعني دكتور
لا انا حابب الحاله اللي هي عاملها اصلا بالظبط. طبيعي جدا ايضا معايشه العمل بهذه الطريقه. يعني انا مثلا لما كنت اسافر واروح ابقى مصممه جدا اروح ازور بيت بوشكين مثلا في روسيا، انا جزء روسي عشان بس الناس تبقى فاهمه تمام. انا لما كنت ادخل لما كنت اتحدث مع الناس اللي هي مغرمه وعاشقه لبوشكين كانت بتقول لك انها بتدخل المكان وبيته بيتلبسها روح بوشكينيه وتجد اصوات تحدثها بشعر بوشكين ذات نفسه. فليس هذا غريبا، يعني كل ما يقول انا كنت بشعر به جدا. يعني كلام كتير عايزه اقول، عايزه اقول ان من لفظه الدهشه نفسها، خلينا نتوقف عن الدهشه. هذه المفرده بيربطها الناس يا اما بالعبقريه اما ساعات بالجنون او الخروج عن المألوف. هي احيانا تكون وطبيعي ومنطقي جدا انها تكون مرتبطه بالاحساس بالتهكم احيانا، واحيانا تكون مرتبطه بالتعظيم او اللفظه نفسها ليست على طول الخط انها اكبار وتعظيم للشخصيات. والواقع ان كان في الناس لما كانت بتتفرج على سقراط في الفتره دي، هو بيتكلم عن فتره زمنيه معينه في غابر الزمن، سقراط لما كان الناس بتتفرج عليه كان ما يجذب انتباه العامه ان هو واقف من الصبح لحد بالليل بيتامل كده. هم لم يلتفتوا الى الفكره العبقريه اللي كان بيتفكر فيها سقراط، هم بينتبهوا الى هو واقف يا ترى هينام ولا مش هينام، طول الوقت على القشره الخارجيه للفعل او السلوك البشري. لكن طبعا كان في الفتره دي ممكن ربما العامه ما كانوش شاغلين بالهم قوي الا بقشره هذه الشخصيه وما يصدر عنه من تصرفات خطيره جدا. قدامك 30 ثانيه لم يقتصر يعني تامل الناس للعبقره عند حد الدهشه، بل تعدى عبقريه العبقره، فذهب البعض الى تفسيره احيانا بالجن احيانا بالسحر الجنون. يعني واحيانا يرتبط تفسير الناس بان عنده جولات روحانيه. انا بعتقد ان الدكتور دهش عنده جولات روحانيه كاي حد جينيس او عبقري، بدليل انه قدر يجذب هذه الاطراف. العمل هذا بذل فيه جهد جبار، وانا يعني زي اصدقائي شعرت بهذا البحث الجبار يعني المقدر جدا يا دكتور. وفي نفس الوقت يعني اتمنى يتم قراءه نفسيه ولا شعوريه لهذا العمل من قبل النقاد اللي هم مهتمين بالنقد النفسي، عشان نعرف ليس شخصية دكتور دهش ولكن من اتبعوا شخصية دكتور دهش من الناس المفكرين والمثقفين. يعني هذه هي الظاهرة، ليست في من وجهة نظري هي الظاهرة اللي هو الشخصية نفسها. لكن بعتقد ان احنا مثلا دكتور الاستاذ اعتقد العقاد او كده ايضا بحث يعني في عمل كده البحث عن تتبع الفكره الالهيه وكده الى ان ثبتت تجاه العقيده الالهيه. فهذا يعني طول الوقت الناس بتبحث عن هذا الموضوع، ونحن فعلا في زمن طول الوقت يعني ممل ونحتاج الى فعلا الخيال.